تابع اليوم ما خلصنا على الطرف الثاني ممكن نخلصهم ممكن ما نخلصهم كمان هيك الصحة يا عصام نرجع بشكل سريع فيكتوري الاس ميجر قص طلقوة أضلاع صفاء أكثر الأرمائية الخارجية صدرية إنسي وحشي تقريب قبض بسط دوران إنسي صغيرة 3-4-5 سنتين ورادي بالكريس ماينر سحب الأسفل تكويع الكتف اتجاه الأسفل والوحشي مقابلة الوجه المفصلي صدري إنسي تحت الترقوة تحت الترقوة من شرية أمامية أول 8 أو 9 الحافة الإنسية للكتفي تبعيد الكتفي صدري طويل كتف مجنح شبه منحرفة من أعلى للأسفل لنهاية الصدري مرتكز أخرام شوكي أخرام كتف هلا في مين نبهني إنه السنة الماضية في بسط الرأس السنة ما قلنا بسط الرأس أكيد شبه منحرفة عمل بسط الرأس بس مو هو هدف ما حنسأل عنه لأنه ما هو طرف يعني نسأل عنه وقت نعطيه بس هو بعد شهر زمان التعصيب لاحق و 3-4 والعمل حسب اتجاه الالياف العريضه الظهريه من 6 وبالنازل قطنيه عجوزي عم نحطه في اخر 4 زاويه سفليه المرتكز سلم الفضيله الكبيره لا سلم الفضيلتين بسط دوران انسي وتقريب والتعصيب صدري ظهري او تحت كتفي متوسط الكفه المديره فوق الشوكه فوق الشوكه في القديبي تحت الشوكة تحت الشوكة شل القديبي تعصيب والمكسوب فوق الكتف العمل بدأ تبعيد الرفع هو التبعيد فوق 90 ودورة وحشي قاعدة خلف خلف مدورة صغيرة عكس اسمها القديبي الكبيرة مدورة كبيرة عكس اسمها القديبي الصغيرة تعصيب أفضي تحت كتفي سفلي العمل الصغيرة خلف خلف مع تقريب هي تحت الشوكة والكبيرة دوران إنس خلف أمام واثنين أبو يعملوا تقريب تحت الكتف تحت الكتف دم صغيرة كبيرة اللي عارفه القضيبة الصغيرة تحت الكتف للقضيبة الصغيرة والتعصيب تحت الكتف الأمامي والسفلي والعمل أيضا دوران من سوار شوية تقريب الدالية الكتافية منشأ دالية مرتفعة شبه منحرفة تعصيب من الأبطي العمل تبعيد العضد ورفعه فوق المستوى 90 بايسبس براكيالس بايسبس براكياي براكياليس كوراكو براكياليس ناتق ورابي عضل انسي نص يختلقها العضل الجدي تعصيب العضل الجدي العمل تقريب قبض ذات الرأسين طويل من فوق الحقاني قصير من الناتق ورابي وتمشترك مع العضوديه مع الورابيه العضوديه والمرتكز على الحدوبه الكعبوريه استبقاء وقبض تعصيب عضل جدي العضوديه من النصف السفلي للحدوبه الزنديه قبض تعصيب عضل جدي بالخلف عندي مثلث الترقوس العضوديه تحت الحقاني فوق السمنن تحت التلم حدوبه زنديه بسط او دفع ناتج الشيء عفوا والتعصيب من الكعبوري العصبي مارد بالصوت في شيء حدا رفع الكتف معنيه 1-4 جانبي 5-6 شوكي لا 7-1 شوكي 2-3-4-5 شوكي على زاوية مقابل الشوكة ما تبقى من حافة إنسية العمل رفع وتقريب الكتفي باتجاه خلف الناصر تعصيب صدري ظهري يجينا ويجينا للتراقب ومبارح حكينا على نسكة الأمامي القابل سطحيا أربع عضلات منشأ من القيمة الإنسية كابة مدورة رأسين سطحي وعميق بينهما ناصر تحته زنزي فوقهم كوبري المرتكز على الوجه الوحشي للكعبورة العمل الاستلقاء تساهم بشكل بسيط بالفقر قاودة الرسل الكعبورية لقيمة إنسية الرسل من جهة الكعبورة يعني سرعين ثاني وثالث إلى الوحشي منها الشريان الكعبوري والعمل قبض وتبعيد لجهة الكعبورة راحية طويلة توتير سباق الراحي لقيمة إنسية سباق راحي قابلة رسل الزندية لقيمة إنسية والوجه الخلفي للزند العلويين للوجه الخلفي للزند قوس ليفية عصب زندي تعصيب من العصب الزندي والعمل تقريب وقبض الطبقة الثانية قابلة الأصابع السطحية قابلة الأصابع العميقة السطحية بيكون الأوتار في مستويين ثاني ثالث فوق ثالث رابع فوق ثاني خامس تحت عميقة الأوتار في أربعة مستويات المنشأ السطحية منشأة أكبر أو أعلى
بقيمة إنسية ومنقاري وعضو بالتلك القصدفية تمر من العصب الناصف لاحقاً حيمر العصب الناصف بين العضلتين. أول شيء مر بين رأسي الكعبة المدورة بعدين مر بين قابضة الأصابع السطحية والعميقة. المرتكز وتر مشطور للشخص السطحي وتر على السلامة البعيدة للعميقة. تعصيب العميقة تأخذ من الزنديد 3 و4 أو يعني الوترين 3 و4 والمنتجين للأصابع 4 و5 للأصابع الإنسية. مقابلة الإقامة الطويلة بشكل ريشة من البعبرة والغشاء والمرتكز على السلامة البعيدة. كل شيء طويل للبعيد، كل شيء سطحي أو قصير على الأرض، عميق طويل للبعيد، سطحي قصير إلى القريب، والكعبة المربعة بالأسفل. هلا نأتي إلى المستوى الخلفي. في المستوى الخلفي تنضع العضلات في 3 مستويات أو 3 مساكن، هن مسكنين، مسكن خلفي ومسكن وحشي. المسكن الخلفي أيضا مجموعة سطحية ومجموعة عميقة. في المجموعة الخلفية في المستوى السطحي طبعا اختلاف كنت له شوية اختلاف بين المراجع، معنا قضية هي موضوع تصنيف ليس أكثر. كما نشأت العضلات القابضة من الأمام من اللقيمة الإنسية تنشأ معظم أو بعض العضلات الباسطة من الخلف من اللقيمة الوحشية بوتر مشترك. نبدأها بباسطة الأصابع extensor باسط digitorium أرقام أصابع نشأ من اللقيمة الوحشية وبطن طويل مسطح وضخم وينتهي بأوتار تتجه على أي سلامية؟ كم باسط عندي للأصابع؟ واحدة ما في غيرها، فعلى كل السلامية على السلامة القريبة متوسطة والبعيدة بتعطيك إشارات وترية. إذا المرتكز على السلامة القريبة بامتداد ليفي على المتوسطة بشريط متوسط وعلى البعيدة بشريطين جانبيين. تعصيبها من فرع الكعبري العميق اللي هو العصب بين العظمين الخلفي هو العصب الحركي الى الناحيه الخلفيه. الكعبري بمساره عصب مثلثه الرؤوس يعصب قبل ان ينقسم عضلتين اللي هن المرفقيه والعضديه الكعبريه، وبعد ان ينقسم الى فرعين، فرع سطحي جلدي وفرع عميق حركي، بكمل الفرع العميق تعصيب باقي العضلات. العمل بسط الأصابع أو بسط السلاميات على الأثناء، وأيضا وقت نبسط ونشد لورا حيبعد عن بعض الأصابع، فبسط وتبعيد للأصابع. هذا شكل الارتكاز الوتري للعضلة. قلنا على السلامة القريبة انتشار ليفي، على السلامة المتوسطة شريط وسطاني، على السلامة البعيدة من هاي الجهة من الجهة الثانية شريط مشطور شريط مشطور. المنظر اللي بصفي هون نسميه كاب ترجموها قلنسوه طاقية صغيرة يعني، وبيعطي شكل قلنسوه أو انتشار الليفي لوتر الباسطة على السلاميات من وجهها الأمامي ولا الخلفي؟ من وجهها الخلفي. اكستنسور ديجيتاي مينيماي باسطة الأصبع الصغرى. المنشأ مرتكز تنضم لوتر باسطة الأصابع المشتركة. إذن المنشأ من الرقيبة الوحشية صغيرة ومرزلية وتتحد وتروح بوتر باسطة الأصابع المشتركة. تعصيبها أيضا من الكعبري بعد انقسامه بين عظمين الخلفي تقوي بسط الخصر. باسطة الرسغ من جهة الزلد. المنشأ المرتكز تتذكر قابضة الرسغ الزلدية وين تكسر؟ قاعدة السمع الخامس من الأمام. باسطة الرسغ الزلدية قاعدة السمع الخامس من الخلف. بسطة القابضة عطت شوي للي طالع، عطت للمثلث الحمصي وكلا بطريقة أو بعد ما ارتكزت على قاعدة السمع، لا قبل ما تروح على قاعدة السمع الخامس طب شوي انتشار. فهون على قاعدة السمع الخامس من الخلف extensor carpi ulnaris. العمل باسط من جهة الزلد وبسط وتقريب، قابضة قبض وتقريب. إذا اشتغلوا قابضة وباسطة شو بصير؟ تقريب. بضل فعل التقريب بعد ما يروح فعل القبض والبسط بشكل متعاكس. إذا المنشأ من اللقيمة الوحشية وبلشنا نرجع شوي على الزلد، هون صرنا على الزلد وجه خلفي للزلد مثل الباسطة مثل القابضة
متطاولة يتبادل قوتها ويرتكز على الوجه الظهري بقاعدة الصنعي الخامس. تعصيبها أيضا من البعبر بعد انقسامه والعمل وسط وتقريب الزند. ونتذكر مرتكز وتر قابضة الرسغة الزندية على الخامس من الأمام، هون على الخامس من الخلف. أنكونيوس المرفقية، بعض المراجع تعطي المرفقية بتصنفها مع المسكن الباسط للعضلة. موضوع تصنيف العضلة موجودة بالحالتين، شكلها مثلثي بتشكلني ذكرني لاحقا بعضلة الطرف السفلي اسمها مرباطية. المنشأ مرتكز الناتج السجن من الخلف. العمل جسراني بشكل خجول طبعا ببسط المرفوق. إذا الوجه الخلفي للقيمة الوحشية للعضد مثلثية بشكل مميزة، على الوجه الخلفي للزج وعلى الزند، تعصيبها من الكعبري قبل أن ينقسم، مو بين العظمين الخلفي، من الكعبري نفسه، من العصب نفسه، إنه بيعصب عضلتين قبل انقسامه لهن المرفقية والعضدية الكعبرية. العمل بسط الساعد وثباتية مفصل المرفق. أنا صار عندي لهلا أربع عضلات بالمستوى السطحي الخلفي، منشأها جميعا من القيمة الوحشية، ما حنحفظها كل مرة. المرتكز باسطة الأصابع على الأصابع، باسطة الأصبع الصغرى على الأصبع الصغرى، باسطة الرسغ الزندية على الصنعل من جهة الزند، خامس من الخلف. المرفقية مثلثية بشكل وقيمة وحشية وناتئزج. التعصيب كعبري للمرفقية، كعبري فرعه العميق لباقي العضلات. نجي على مطبخ بطل وبس، متذكرينه لمطبخ بطل وبس؟ قريب معكم؟ مباعدة إبهام طويلة، باسطة إبهام قصيرة، باسطة إبهام طويلة، باسطة سباتة. أربع عضلات تتوضع فوق بعضها البعض في عمق المسكن الخلفي للساعد. منبلش من فوق. مين طاح؟ أبداكتور بوليسيس لونغوس. بوليسيس إبهام، لونغوس طويل، أبداكتور مباعد. أبداكتور بوليسيس لونغوس. هلا نلعب لعبة صغيرة، نحط أرقام للعظام بالوضعية التشريحية من وراء. الكعبرة واحد، لا عفوا الزند واحد، الغشاء بين عظمين اثنين، والكعبرة ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة، للإنسي للوحشي. رقمنا الزند واحد، الغشاء اثنين، الكعبرة ثلاثة. مطبق واحد اثنين ثلاثة، بطل اثنين ثلاثة، لا عفوا مط واحد اثنين ثلاثة، بق اثنين ثلاثة، طل أو بطل واحد اثنين، بس واحد اثنين بالترتيب من فوق لتحت. أول عضلة من الزند، الغشاء بين العظمين كعبرة، اللي تحتها باسطة الخام قصيرة، غشاء بين عظمين كعبرة، اللي تحتها زند، غشاء بين العظمين، اللي تحتها زند بشغل عظمين، غشاء بين العظمين، وعم ننزل من الوسط إلى الأسفل، فبتلاقوا تنشا من الوجه الخلفي السيس الخلفي كذا كذا. عم ننزل بنزول، حنشوفهم. أبداكتور بوليسيس لونغوس المنشا من القسم العلوي للوجه الخلفي للزند، ليك هذا اسمه زند، هذا نحن بالخلف وهون نحن بالاعلى. قسم علوي وجه خلفي للزند، يعني واحد، غشاء بين عظمين اثنين، والوجه الخلفي قسم اوسط للكعبرة ثلاثة. مرتكز طويلة ولا قصيرة؟ هل طويل شو بيعمل؟ حسب الأمان بعيد. مرتكز لا والله ما زبطت معنا، هي مباعدة عفوا، القابضات والباسطات على السلمات بعيدة، هي مباعدة. فعل التبعيد حتى يصير لازم نرتكز على السنع، السنع حتى نبعد الأصبع عن محور الناصب، الارتكاز لازم يكون على السنع. بالوضعية التشريحية حتى بعد الإبهام بدي ارتكز عليه من الإنسي ولا من الوحشي؟ حتى بعده، حتى بعد الإصبع الصورة من الإنسي، فبدنا نربط العمل أو نعرف العمل حتى نفهم ليش توضع بالإنسي ولا بالوحشي. عن الإصبع الوسطى عن محور اليد، تمام. بالقدم عن الإصبع الثانية، محور القدم على الإصبع الثانية بيكون. إذا المرتكز على وحشي قاعدة الصناع الأول لأنه مباعد أو دكتور بوليسيس. إذا المنشأ واحد اثنين ثلاثة، المرتكز وحشي صناع أول، نحن على إبهام صناع أول معناتها. التعصيب بين عظمين خفيف.
العمل تبعد الابهام وشوي بتساوي لي الابهام لورا. فبتساوي لي شوية بسط الابهام، هذا يقبل الابهام، هذا بسط الابهام. الحركة التبعيد والبسط متراكبين شوي مع بعض بين محور جبهي ومحور ساحي. Extensor pollicis brevis، طاولة عفوا باسطة الابهام قصيرة. منين؟ اثنين ثلاثين. القسم المتوسط وجه خلفي للغشاء بين العظمين والكعكرة. البطن متطاول ودقيق، هي قصيرة ولا طويلة؟ هي سلامية أو قريبة؟ على السلامية القريبة، مرتكز على قاعدة السلامية القريبة للإبهام. تعصيب بين عظمين خلفي، العمل بسط، وأيضا وقت نبسطه رجعه هيك بده يبقى هيك معنا. فبسط وتبعد. Extensor pollicis longus، باسطة الإبهام الطويلة. منشأ يعني واحد اثنين. قسم أوسط وجه خلفي زند وغشاء بين عظمين. المرتكز طويلة ولا قصيرة؟ يعني سلامية بعيدة للإبهام. المرتكز على قاعدة السلامة بعيدة. شوف الموضوع ما بده حفظ البصم المكرر، يعني مفهوم عام بس نلاقي حيلة عليها حتى نحفظ. شوف واحد اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة واحد اثنين. طلع معنا المرتكز طويل على بعيد، قصير على قريب، مبعد على السنة. شوية مفاهيم عامة والموضوع مع انه عدد العضلات بتحسوه هائل كل ما انه عم يزيد ما شاء الله ما شاء الله بالمحاضرة عم نطلع شيء عضلة زيادة، بس ملاحظين قواعد كل شيء اخذناه، مسكن سطحي، منشأ، لقيمة وحشية. الزلد شوي اخذت زلد، الباقي بس لقيمة وحشية. المرتكز الاصابع على وين؟ اكيد موقع السنة التالية تمام. مو على الحدود الزنبوبية. شغلات والله بس تعريف العضلة وينها، لوين رايحة، الموضوع ما عاد بده حفظ بشكل مرهق، موضوع مفاهيم تتراكا. اذا المنشا من اثنين ثلاثه بس نتذكر شو هو. واحد واحد زين اثنين ثلاثه. والمرتكز على قاعده السلامه البعيده. العمل عمل بسط الابهام وتبعيد السلامه. اكستنسور باسط بوليسيس ابهام لونجوس طويل. نجي على البس extensor indices، index مؤشر اللي بآخر الكتاب، index indices سبق. المنشأ واحد اثنين هو بالنص تحت، كل ما نعمل طلع آخر واحدة تحت، يعني المنشأ بس بالسفلي للوجه الخلفي للزل. هاي حافظ بصم تفركش بشبر، نغرق بشبر مي وقت تجيكم القسم تنشأ العضلة باسط الإبهام. A من القسم العلوي للوجه الأمامي للزن، B من القسم العلوي للوجه الخلفي للزن، C من القسم الأوسط للوجه السفلي للزن، D من القسم الإنسي للوجه الوحشي للزن. فينا نحط شغلات بهيك حالة قبل ما تقرأ الاحتمالات جاوب. هي هيك أصول الامسكيو، هيك أصول الأسئلة متعددة الخيار، أنك تخبي الاحتمالات وتقدر تجاوب بعدين تتأكد أنه الاحتمال تبعك موجود. واغلب الاسئله اللي عم نحاول نجيبها العضله التي تنشا او التي ترتكز على قاع السلم بين خديبتين. ما ضروري نقرا، لازم نحط ظهري عريضه ظهريه لاتيسيمس دورساي، نشوف اللاتيسيمس دورساي بيناتهم. العضله التي تنشا من الوجه الخلفي للقسم السفلي للزلد والغشاء بين العظمين، تعجيز الشغل. متى ما متذكرين موضوع او تنشأ العضلة كذا من تراك تراك تراك، أو العضلة التي تنشأ من أسماء العضلة هيك سيدي. البطن دقيق يمر في قيد الباسطات، كله يمر في قيد الباسطات بس هو، ووترها يتحد مع وتر باسطة الأصابع. شو لاحظنا بالنسبة للأصابع الصغرى وبالنسبة للأصابع؟ وظيفيا شو نستفيد؟ يمكن بسط الاصبع الصغرى وبسط السبابه لغنى عن باقي الاصابع، في حين انه بسط الاصبع الثالث والرابع بتلاقوا معاق شوي نص بسط، اما هون فيني بسط كامل. الاصبع الثالث والاصبع الرابع وتر واحد، سبابه والاصبع الصغرى وترين، عشان هيك فينا نبسط الاصابع بشكل اقوى او مجال البسط. إذا العمل بسط السلم. المجموعة السطحية
extensor digitorio lateral epicondai phalangis mesuralia phalangis proximal middle distal phalangis اللي بعدها extensor digitorio النار digitorio اللي بعدها باس مصرار اللي بعدها باسطة الأصبع الصغرى extensor digitae minimae وقيمة وحشية أصبع صغرى extensor كارباي النيرس لقيمة إنسية مع شوية زن لقيمة وحشية عفوا مع شوية زن وخامس من الخلف العضلة ترتكز على قاعدة القشرة الخامس من الخلف هي ترتكز العضلة باسط القشرة الزندية على قاعدة القشرة الخامس من الخلف قاعدة القشرة الأمام قاعدة القشرة الثانية من الأمام قاعدة القشرة الثالث إلى الأعلى رأس القشرة الرابع من الخلف محدودة الظهور جاوب ودور على الجواب لا تقرا الاحتمالات لتدور على الجواب، لازم تكون عندك قدرة تعرف الإجابة ودغري تلقطها بياخذ منك 10 ثواني بزيد معك ثلاث أربع ساعة بس خلص. للمساعدة والاستشارة. آخر وحدة شو قلناها المرفقية أنكونيوس لقيمة وحشية وجه خلفي للزل والناتئ زجي العمل بسط ودعم ثباتين مرفق تعصيبهم قعبوري المرفقية قعبوري ربعي تعصيب الباقي بعد ما حسن بس نطبة بطلوبس مباعدة طويلة abductor pollicis longus 1-2-3 بير باقاف باسطة قصيرة flexor لا extensor pollicis brevis 2-3 باسطة طويلة للإبهام extensor pollicis longus 1-2 باسطة سبابة extensor endicis 1-2 العمل من اسمه من مساوي تبعيد المرتكز العضله ترتكز على قاعده السنع الاول من الوحشي مباعده تبعيد على السنع انا مباعده هسه الاصبع الصغرى بنشوف عضلات الاليه عضلات الضره عفوا تبعيد على السنع وبالقدم نفس الشيء وقت اخذ عضلات قدم اذا في فعل تبعيد فالارتكاز على السنع اذا ارتكزت على السلاميه ما بستحكم بالتبعيد تبعيد بدي امسكه من جذره بعده والتعصيب كلهم القصيرة على قريبة الطويلة على بعيد كسلان إذن ضل معنا المجموعة الوحشية سبينيتر استلقائية سبينيشن استلقاء عكس مين؟ كرونيشن عندي كابتين مدورة ومربعة عندي استلقائية واحدة ليش وحيدة مسكينة؟ لأنه ذات رأسين عم تساعد عندي عضلتين تقومان بفعل استلقاء عضلتان تقومان بفعل الكف ثلاث رأسين إلى فعل استلقائها العضلة الاستلقائية بتذكرني بالكابة المدورة ما هي ميزة الكابة المدورة؟ تنشأ برأسين سطحي وعميق استلقائية تنشأ برأسين سطحي وعميق تذكروا على المعالم الموجودة على النهاية العلوية للزند كان عندي حفرة استلقائية وعرف استلقائي تنشأ منه انتباعا رأس العضلة الاستلقائية إذا رأسان الرأس السطحي مع رفقاته من القيمة الوحشية والرأس العميق من الحفرة والعرف الاستلقائية طالما عندي رأسين معناتها في شيء حي من بينهم اللي هو الفرع العميق العصب الكبري العصب بين عظمين خلفي الانقسام الحركي للعصب الكبري البطن قصير ومنحني يمر عبره الفرع العميق للعصب الكبري والمرتكز أنا نشأت من اللقيمة الوحشية بدي ساوي فعل استلقاء هرتكز على الكعبرة مثل ما الكاب المدور ارتكزت على الكعبرة من الأمام عملت لي كاب استلقائية ترتكز على الكعبرة ومن الشورة جاية بتعمل لي استلقاء فالمرتكز على الحافة الأمامية للكعبرة والوجه الوحشي لها والرأس العميق يرتكز على عنق الكعبرة بالحالتين صار عندي ارتكاز على الكعبرة إلى الأمام قليلاً فصار فيني أمسكة ورجع لمحلها جاي من وراء لقدام صحيح جاي من الوحشي ماني كتير مستحكي بس جاي من وراء لقدام سحبت وصير عندي فعل الاستلقاء العمل التعصيب العصبين فرع العميق عصب الكعبرة هو عصبين عظمين الخلف العمل استلقاء الساعد إذن رأسان رأس من اللقيمة الوحشية سطحي رأس من العرف والحفرة الاستلقائيتين عميق المرتكز
السطح الوجه الامامي للكعبره، العميق على عقب الكعبره، يمر بينهما العصب بين العظمين الخلفي، فرع العصب الكعبري، عملها استرقاء الساعد. بين الراسين كامل مدوره يمر العصب، بين عبر القوس الليفيه لقابه الرسغ الزنديه يمر العصب، بين الراسين الاسترقائيه يمر الفرع العميق في العصب الكعبري. تمام، سنه اي واحد منهم. العصب الذي يمر بين الراسين كامل مدوره هو يمر بين الراسين كامل مدوره العصب. يا اما مد السؤال العضلي يا اما مد السؤال اسم العصب. تمام؟ استغرب موجود استعداد حطيناكم اليوم الاول اسبوع ونفسه ما تغيروا. هلا نتابعكم المجموعه الوحشيه. عندي قابضه الرسغ العبوريه متذكرينها؟ تنشا من ترتكز على وجه امامي قاعده السنعين الثاني والثالث. لانه ثاني وثالث قدام الشباب متفقين من وراء اختلفوا. واحد بده ثاني واحد بده ثالث، فصار عندي عضلتين باسطتين للرسغ من جهه القعبره. واحد طويل واحد قصير. عضله طويله باسطه رسغ عبوريه طويله extensor carpi radialis longus، وباسطه رسغ عبوريه قصيره extensor carpi radialis brevis. مين بتتوقعه يحصل على المرتبه الاولى محجوزه للقطعه؟ عندنا مرتبه ثانيه وثالثه، مين بتتوقعه يحصل على الثانيه؟ اذا اثنين عم يسابقوا واحد طويل واحد قصير. ترتكز عضلة باسطة الرسغ العبوري الطويلة على قاعدة السنع الثاني من الخلف، وباسطة الرسغ العبوري قصيرة على قاعدة السنع الثاني من الخلف، ثالث عفوا من الخلف. كمنشأ مين تتوقعوا ينشأ أعلى من الثاني؟ طويل. تنشأ العضلة باسطة الرسغ العبوري القصيرة من اللقيمة الإنسية، لا وحشية مسكن الباسط وتر مشترك لقيمة وحشية، وعضلة باسطة الرسغ العبوري الطويلة من العرف فوق اللقيمة الوحشية. أطول لأنه من العرف فوق اللقيمة الوحشية إلى قاعدة المشط الثاني من الأمام من الخلف، هي قصيرة بلشنا من اللقيمة الوحشية إلى قاعدة السنع الثالث من الخلف، وتعصيب بين عظمين خلفي، بسط وتبعيد اليد، ونتذكر مرتكز وتر قابضة رسغ الكعبورية الطويلة. لاحظين كيف ما ضل محل باللقيمة الوحشية وهي طويلة فتطلع لفوق شوي. تنشأ من العرف فوق اللقيمة الوحشية وترتكز على قاعدة السنع الثاني من الخلف. إذا منشأ العرف فوق اللقيمة الوحشية والمرتكز قاعدة السنع الثاني من الخلف، تعصيبها هون الكعبري قبل ما ينقسم. بيعطيها هي والعضدية الكعبرية. والعمل باسطة ومبعدة لليد. تمام. اذا تذكروا ايضا مرتكز وتر قابض الرسغ العبوري. اخر عضله بالمسكن الخلفي الباسط للساعد هي البراكيو رادياليس. عضوديه كعبريه. براكياي عضو راديوس كعبر. المنشا من هسه فوق العرف، العرف فوق القيمتين، فوق اللقمه الوحشيه والحاجز بين عضلي، يعني عم نطلع لفوق على العضو، والمرتكز الكعبرة والعزل. الناتج إبري للكعبرة. صار منشأ عالي قليلا مرتكزة قبل أن نصل إلى الرسغ. عضلة لا علاقة لها بتحريك الأصابع. إذا العضلة الأخيرة راكيو راديالس، عرف فوق الرقبة الوحشية والحاجز بين عضلي الوحشي، والمرتكز على الناتج الإبري للكعبرة. يتميز وترها أو شكلها بأنه وتر ثلث السفلي طويل مميزة بالأسنان جراحة شكل مميز. تعصيبها بدل كعبري قبل ان ينقسم. وعملها. هلا صحيح نحن عم نصنفها بمسكن باسط، بس وقت من هون لهون نسحب ما حتساوي لي بسط، حتساوي لي قبض. فعملها قابضة للساعد مع شوية استرقاء. تمام؟ تمسك الكعبرة بترجع لمحله التشريحي، والوحيدة صحيح تدرس هي مسكن وحشي، ما أنا مسكن باسط. مسكن وحشي للساعد، ما انا مسكن باسط للساعد، الوحيدة اللي عملها قبض. هلا كثير حتسألوا بكره بالازياد الاعصاب انه اذا اصيب العصب العضلي الجلدي نفقد فعل القبض. مع انه هسه عندي قابضة هي قابضة الرسغ العبورية وقابضة الرسغ الزندية كمان، عفوا هي العضودية العبورية وقابضة الرسغ الزندية إلا كمان شوي بتشارك بالقبض. الفكرة هدول ما بيقدروا يبلشوا قبض.
لحالهم ما فيهم يشتغلوا. وقت يصير القبض اذا عم هذا بحس شوي تشنجت ايدي عليه عم تسامع عم تمرين بايسبس بحس تشنج واصل للجهه اليمنى بس منها لحالها ما فيها تبلش شغل. ممكن رفعت الشوكه على الجهه العظمى هي تبلش تبعي هون ما فيها تبلش القبض ممكن تحافظ او تدعم على القبض في وقت لي يعني عملها بسيط بفعل القبض او خجول جدا. هلا بعض المفاهيم التشريحيه الهامه خلصنا عضلات صار اذا وصلنا حفر فينا نعرف الحدود والحفر هامه بدراسه المحتويات المواضيع تتكامل شوي شوي بنرجع ناخذ عصب ناصر يمر بالحفره المرفقيه ناخذ عصب مرفقيه من محتويات العصب الناصر صوره بتتكامل والمشهد يتكرر باكثر من سياق. الحفره المرفقيه هي هذه الحفره الموجوده في المرفق. حدا عنده خلاف انه هذا اسمه مرفق موقوع مرفق؟ حفره مرفقيه حدود بس بدنا نعرف العضلات. هاي العضله مين؟ العضليه كعبه. هاي العضله كعبه مدوره. اذا حدودها من الاسفل والانسي تحدها الكعبه المدوره من الاسفل والوحشي تحدها العضليه الكعبيه من الاعلى الخط بين اللقمتين خط افقي بين اللقمتين. ارضيطه هي العضله الاستلقائيه بالعمق. الارضيه من العضديه اللي جايه على الحدود الزنديه والاستلقائيه بسطحها بوترها الاقرب للاقرب لمرتكز العظم. الاستلقائيه هي جايه ترتكز على المفاوره بتكون شوي بارضيه الحفره المرفقيه. هلا بيهمني محتوياتها. اهم محتوى وتر العضله او اوضح محتوى مو اهم وتر العضله ذات الراسين العضديه مجرد واحد ما شوي تنى ايده دغري بيطلع معه بالنص وتر العضله ذات الراسين العضديه. شو بيهمني؟ الشريان العضدي الى الانسان. اذا محتوياتها وتر ذات الراسين الشريان العضدي والعصب الناصر الى الانسي من العصب من الشريان العضدي العصب الناصر بين عم رسم هون ترتيبه تمام. اساسي جدا مو جس النبض قياس الضغط. واحد وقت يحط السماعه ليقيس الضغط الشغله مانا اشاره راديو هون اوضح خليك عم ضبط ليش على السطح. في معالم تشريحيه هي بتساعدني بالممارسه. اخذنا معلم وحشي وتر قابلة رص القعبورية شريان قعبورية وحشي وتر قابلة رص الزندية شريان زندية انسي وتر ذات الرأسين شريان العضدي هو تساوي قياس الضغط اللي كلكم حتمارسوه بالايام ممكن بشكل شبه يومي على الخبرة بتصير تحط السماعة بس احيانا مو غلط ناخذ معلم تشريحي اذا حطينا السماعة هون اكيد وضوح بنوصل للصوت طيب دجاج بورتاكوف ينتشر بس مو بوضوح إذا حطيت محله. فمحله من سنة تانية نعرف إنه الشريان العضدي يمر إلى الإنسي أو يتوضع إلى الإنسي من وتر ذات الرأسين العضدي. والعصب الناصف إلى الإنسي منه بالعمق بيكون من الجهة الثانية العصب الكعبري عم بلف قبل أن ينقسم. وأيضاً المحتويات الهامة الموجودة فوق اللفافة المغطية، سقف الحفرة المرفقية هو اللفافة الساعدية. ففوق هذه اللفافة عندي الأوردة ومنها الوريد المرفقي الناصف اللي هو بين الرأس والقاعدة أو بين قاعدة ورأسي. الوريد المرفقي الناصف هو الأشيع بسحب الدم. إذا فوق اللفافة المغطية الوريد المرفقي الناصف طبعا ما دائما بتكون الصورة بهالوضوح بس وقت يكون عندي شوية معلومات تشريح وأتذكر كيف كان اتجاه الوريد جاي بين رأسي والقاعدة فبيكون اتجاه إبرة سحب الدم مجروح هيك كيف ما بوصف بس دعوة للوريد طبعا من الجهة الثانية بيكون موازي الوريد. شوية معلومات تشريح بالبداية بتساعدني بسر الرياض لاحقا. هنرجع ناخذ الأوريد بشكل مفصل ونرجع نحكي على الأوريد بشكل مفصل. قيد الباسطات إذا حد حب يحكي معه هاليومين 221 211 مباشرة ترفع على مين قيد الباسطات تمام؟ قيد الباسطات شو هو؟ الزيقة على أوتار اللي رايحة على الباسطة لأنه إذا ما حطينا هالزيقة بصير الأوتار يجعلكم بالهواء اللي عم يطبقوا فبنحط لهم الزيقة حتى يروحوا ويجوا بأرضهم.
هذا مثل قيد القبضات، قيد القبضات حبسنا جواته مسكين، 9 أوتار مع عصب، قيد الباسطات لزقنا الأوتار المتجهة إلى الأصابع على الوجه الظهري الخلفي الزند والكحل. هلا من المعلم الأساسي الموجود على الوجه الخلفي الكعبرة شو هو؟ حديبة، حديبة محدوبة، حديبة الظهرية أو الحديبة الخلفية. كعبرة وين؟ بالوحشي هذا الكعبرة ومشسوسة الحديبة الظهرية. طلعة صغيرة تحت. وحشي الحديبة الظهرية نايم. اثنين، انسي الحديبة الظهرية واحد، بين العصب بين العظمين اثنين، للانسي واحد واحد. الأوتار اللي رايحة مجموعهم تسعة واحد خمسة واحد أربعة تسعة. كم عضلة درسنا هون؟ تسعة. 12 ناقص 3 وينه؟ عضلية كحولية ما دخلها، مرفقية ما دخلها، كل استثنائية ما دخلها. طلع عندي 9 عضلات رايحة على الأصابع من لزقهم على الكعبرة والزند. بهذا الشكل بيكون عندي 2 بالوحشي. ميم طه باء قاف مطبق مباعدة طويلة باسطة قصيرة للإبهام تباعا. بيجي بعدهم في هون بعدهم الشباب هون عم بيدوبلوا اللي هن باسطة ترسب قعبورية طويلة باسطة ترسب قعبورية قصيرة. مين عم يدوبلوا؟ أو هن بصراحة رايحين اتجاههم، اللي عم بيدوبلوا هو باسطة الإبهام القصيرة، لا باسطة الإبهام الطويلة. مباعدة إبهام باسطة قصيرة وباسطة طويلة، فالطريقة بتدوبلون، وقت نكون وراء بتكون باسطة الرس القبرية القصيرة وباسطة الرس القبرية الطويلة بين مباعدة إبهام طويلة وباسطة إبهام قصيرة وباسطة الإبهام الطويلة. إذا صرنا 2-2-1 نيجي على الوجه الخلفي، هي الحديبة الظهرية. الحديبة الظهرية الوحشي منها في 2-2 للإنسي منها في 1-2 استردنا على الكعبرة هون. الاثنين الأخرانيات السبابة أصابع. بضل عندي إصبع صغرى وباسط رسل سنتين. أوصل 2-2-1 من الوحشي الإنسي. هلا درسكم والموضوع بيترسل بشكل أكبر. إذا على الوجه الخلفي تفخم لفافة وجه الظهر النهائي السفلية الساعد من الكعبرة إلى الناتئ الإبري للزند والعظم المثلثي يحصر 6 أنفاق مع أغماد زلالية بالترتيب من الوحشي للإنسي. كل نفق بمر فيك عضلة أو عضلتين. النفق الأول بمر في مباعدة الإبهام وباسطة الإبهام القصيرة. النفق الثاني باسطة الرسغ الكعبرية. الثالث باسطة الإبهام الطويلة. الرابع باسطة الأصابع باسطة السبابة. الخامس باسطة الخنصر. السادس باسطة الرسغ الزندية. الموضوع قد يبدو كثير صار معقد وصعب، الموضوع أبسط مما تتخيلوا، بس حط رقم التليفون ورا وخلصي. 2-2-1 أول 2 ميم طه باء قاف. ثاني 2 باسطة الرسغ باسطة الرسغ. الواحد اللي بعدهم باء طه بطل. الاثنين اللي بعدهم سبابة أصابع. الواحد اللي بعدهم أصبع صغرى. واحد اللي بعدهم رسل زنتي. وبين مطبق وبطل مين عندي؟ منشقد المشرحين or anatomical snuff box. منشقد المشرحين هذه الحفرة السطحية كتير هامة بتساوي تبعيد وبسط مبالغ به. تظهر معي حدود منشقد المشرحين الواقعة بين مطبق وبطل. بين مين ومين؟ مباعدة الإبهام الطويلة باسطة الإبهام القصيرة من جهة وباسطة الإبهام الطويلة من جهتين ثانية. هاي اسمها مشق مشرحين. شرحين سابقا ليش يسموها؟ كانوا يحطوا فيها نشوط ويتنشقوا لتفادي روائح تشريح الزكية ولا عادة استخدامات بالحياة يعني استخدموها بتساعد كثير عملية جدا يعني. فهمنا نعرف حدودها. حدود التشريحية بين مطبق ميم طه باء قاف وبطل باء طه لا يعني يحدها في الوحشي
وتر مبعدة الإبهام الطويلة وباسطة الإبهام القصيرة يحدها في الإنس وتر باسطة الإبهام الطويلة. محتوياتها في قاعها العظم القاربي لفوق شوي ممكن أوصل للمربعين بس الأساسي هو القاربي. هالمعلومات اللي عم تحسوها بالسرد وكمنا وشو هالشغلة بكسر العظم حكينا على القاربي هذا الزعبرجي بكسر العظم القاربي بفحص السريري الجس في قاعدة مشق المشرحين. إذا الجس قاعدة مشق المشرحين أثار ألما شديدا فبتوجه سريريا لكسر العظم القاربي لأنه آخر بالتشريح أنه يجس العظم القاربي في قاع أو عمق من شقيق المشرحين. هاي قاعدة. أيضا الشريان الكونغوري عندما مر في بيزابة النبض إلى الوحشي من الوتر قابلة رصة الكعبورية لف لورا وين لف؟ بمنشق المشرحين. فممكن أحيانا حسب شدة الضغط أو كبر الشريان ممكن جس نبضان بسيط للشريان الكعبوري قبل أن ينقسم إلى فرعين نهائيين إلى الإبهام والسبابة من الخلف. إذا الشغلة الثانية الشريان الكعبوري. الشغلة الثالثة العصب الكعبوري انقسم بمستوى العمق الكعبورة إلى سطحي وعميق. العميق بين رأسي الاستلقائية والسطحي يتابع بين العمودية الكعبورية وباسطة الرأس الكعبورية الطويلة حتى يروح لثلاث أصابع ونص من الورا. فأيضا الفرع السطحي العصب الكعبوري من محتويات منشق المشرحين هو فرع السي. آخر شغلة أحيانا بتلاقوا بالمشافي وقت يحطوا السيروم بلشوا هون حطوا هون ممكن يلاقوا لك هون بها الزاوية هم بداية الوريد الرأسي. الوريد الرأسي أول طلعته من الشبكة الظهرية لليد يكون توضعه في منشقة المشرح. لاحظتوا هالمنطقة الاستراتيجية قديش هامة سريريا بموجوداتها. الفكرة سهولة الوصول لها بحدودها التشريحية بين مطبق وبطل بين مباعدة الإبهام طويلة بطل بطل قصيرة بجهة وباسطة الإبهام طويلة بجهة ثانية. إذا محتوياتها شريان كعبوري وريد رأسي وفروع سطحية الأعصاب الكعبوري. خيط القابضات كمان حكينا عنه. هلا قبل ما ننتقل للليل نرسم معلوماتنا بالرسم. قاعدة السنة الأول
الوحشي قاعدة أسنان أول وبعد إبهام. هاي قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة على السلالة القريبة، طويلة على السلالة البعيدة، سبابة على السبابة. صار عندي هون منشقق المشرحين بين مطبق وبطل، وملاحظين منشقق المشرحين كيف القاربي والمربعي. يجلس في عمقها القاربي والمربعي، محتوياتها شريان كوبري ملتفا من الامام، الفرع السطحي لعصب الناصف العصب الكوبري عفوا، والوريد الرأسي يبدأ بهذا المستوى. نجي على العضلات الخلفية السطحية، المنشأ من هون ومن هون، لقيمة وحشية. أول وحدة أصابع، بعدين أصبع صغرى، بعدين رسغ جندية، بعدين مرفق. كأوتار بسط أصابع أربعة أوتار على البعيد والمتوسط، انتشار وتر مشطور، انتشار شريط ووتر مشطور، نفس الشيء للكتف. الخنصر بتساعد الخنصر، ورسب الزندية على قاعدة المشط الخامس من الخلف. ننتقل إلى المجموعة الوحشية. بالمجموعة الوحشية أيضا من اللقيمة الوحشية بنبلش بالاستلقائية، صار كثير مراقب هون الشكل، بس بالاستلقائية لفة لقدام، حط بس منشأة من هون والالتفافة إلى عمق الكعبرة من الأمام. فينا العضلات الثانية نحطهم عضدية عفوا باسطة رسغ كعبرية قصيرة، وشايفين عم بطلع على العرف فوق اللقيمة، باسطة رسغ كعبرية طويلة وعضدية كعبرية، صرت هون بالعرف فوق اللقيمة والحاجز بين العضلات. المرتكز شلف العضلات شوي مو مشكلة، هي عضدية كعبرية، هذا على الثاني وهذا على الثالث، قاعدة السنة الثاني من الأمام من الخلف وقاعدة السنة الثالث من الخلف. والاستلقائية استلقائية كمنشأ قلنا إلى منشأ من اللقيمة الوحشية ومنشأ من الحفرة والأرض الاستلقائيتين والاستلقائيين، والمرتكز على الوجه الأمامي الكعبرة وعنق الكعبرة ويمر عبر رأسيها وتر أم عضلة عصب عفوا عصب بين العظمين الخلفي فرع الكعبرة. هلا قيد القابضات هون رسمنا قيد بسيطة عفوا، بالنهاية السفلية لي الذنب والكعبرة، فالشكل هيك حيطلع معي، هيطلع معي عظم الكعبرة، السلمة الزندية للكعبرة، حديبة الظهرية للكعبرة، هي النهاية السفلية للكعبرة بشكلها المدبق العريض. بالمقابل الزند هون عند رأس الزند بيكون شكله دائري تقريبا، وعطي شوي انطباع للناتئ البريدي الزند. الأنفاق المتكونة ستة أنفاق، داخل هذه الأنفاق العضلات المشاهدة، بالنفق الأول مباعدة إبهام طويلة باسطة إبهام قصيرة، بالنفق الثاني رسغ عبورية طويلة وقصيرة، بالتالي باسطة إبهام طويلة، سبابة وأصابع، أصبع صغرى، رسغ زندي. واحد يمر في النفق الرابع في قيد الباسطات العضلة باسطة الأصابع الطويلة وباسطة السبابة، يمر في النفق السادس في قيد الباسطات العضلة العضلة التي تعبر في النفق الثاني في قيد الباسطات هي العبورية الطويلة والقصيرة. تمام؟ واضحة الفكرة؟
أي درسنا مرة واحدة وتفرغ معلوماتك بشكل ديزاين صافي مع مسميات عربي إنجليزي، موضوع معنا معقد. ننتقل إلى ألي، في سؤال على الساعد؟ ننتقل إلى اليد. طبعا كمقدمه اكيد برضه قصص هدول تقوم اليد بالمسك والمسك الدقيق ومنابله الادوات والكتابه وحك الراس شغلات ما بدها كثير حكي. لا جيبها فكره بس وضعيه الراحه مصور الوضعيه التشريحيه وضعيه الراحه ملاحظين كيف اليد بتاخذ شكل مقعر نتيجه توضع اوتار القابضات. كم وتر قابضه عندي؟ 2 وتر واسطه 1 فالمعاكسه اكبر فيكون توضع اليد وضعيه الراحه اقرب للقبض منه للبصر. هاي شغلات واحد بيحضر بعين الاعتبار عند تركيب الجبايه مثلا يحط جبيره بهالشكل بعاكس الحاله الفيزيولوجيه الطبيعيه. تركيب الجبايه لازم ناخذ نحط الجبيره بتكون مايله شوي باخرتها حتى ياخذ شكل اليد الفيزيولوجي. الاصابع ترقيمها نبدا من الابهام دائما، الابهام هو الاصبع الاول والثاني ثالث رابع وصولا على الصورة الخامس. بلفافات اليد كلمتين على السريع. في عندنا لفافة تحت الجلد. نسيج تحت جلدي ظهري رخو. محظين رخو. سبي ما بدي احفظ. منابلة الأدوات تستدعي إنه ما يكون بزحلة واحدة بيوقع كاس المي مسكها. إذا كان نسيج تحت الجلد بالأمام رخو. نسيج بالخلف رخو. اللفافات ورقاط تضبط الأصابع في مكانها وتجعلها مستقلة عن تخلي الجلد. لفافات الوجه الظهري في طبقتين والوجه الأمامي هو اللي بيهمني أكثر هي اللفافة أو الصفاق الراحي. الصفاق الراحي اللي هو تسمك للفافة الراحية بشكل مثلثي الشكل يرتبط به وتر العضلي الراحية الطويلة. هلا طالما أنها طويلة ففي قصيرة، هي الراحية القصيرة. بارنيرس بريفس مثلا. الراحية القصيرة بتكون جلدية تقريبا ومرتكزة على الصفاق الراحي من الجهة الإنسية، أيضا بتساهم بنشر أو توتير الصفاق الراحي، قد تكون غائبة شأنها شأن الراحية الطبيعية. الصفاق الراحي بالمر أبونيوروزيس. غشاء مثلثي يغطي أوتار راحة اليد، يتمادى مع الراحية الطويلة فوق قيد القابضات. اتجاه الالياف يكون كما نرى طولاني. وبالمنطقة البعيدة في الزئة الثانية بشريط صنعي مستعرض ايضا يثبت الشريطات امام الوترية. رباط صنعي مستعرض سطحي بين اللسينات امام الوترية ويتمادى الصفاق الراحي باللسينات باتجاه الاصابع. كما شايفين هذه الشريطات او اللسينات امام الوترية صفائح او لسينات امام الوترية تساهم بضبط وتر القابضة المتجهة إلى الأصابع. خلف الرباط الصنعي بتمر الأوعية والأعصاب المتجهة إلى الأصابع. نتذكر دائما بتفيدنا المعلومة بالتشريح السطحي أو بالتخدير الناحي. الشرية والأصابع بيجوا على الوجه الجانبي لكل أصبع. من الجوانب بيجوا شريان وأصبع. نسوي تخدير لأصبع الحقن بالمادة المخدرة لازم يكون إلى الوحشي من جزر الأصبع. هون وهون في اعصاب، هون وهون في اعصاب، جايين على الوجه الجانبي لكل ومن الامام ومن الخلف. مفهوم سريري اخر هو الاغماد الزليليه للقابضات، تندينوس تشيتس اوف فليكسور. حول كل وتر قابض حتى يسحط بارضه بده تزييد. تمام؟ التزييد هو عباره عن جراب مصلي، شو الجراب المصلي؟ مفاهيم احيانا بالبدايه بتحسوها صعبه التخيل بتحفظوها كلمتين بصل من مشكي حالنا بعد فحص نفخها بعدين. بكل بساطه الجراب المصلي مثل كيس المي اللي بتحطه للدفى فيه باخر النهار. الكوتشو بتعبيه مي بس بقلبه في وتر. فالوتر بيزحلق بقلبه. فهو عباره عن غشاء مصلي يحيط بوتر، غشاء مصلي يعني زليلي يفرز ماده زليلية. هي الأغماد الزليلية عفوا مو مصري زليلي. الأغماد الزليلية عبارة عن أجرمة تحيط بالوتر وتساهم بانزلاق الوتر في مكانه. هلا تشريحيا شو ملاحظين هون؟
للثاني والثالث والرابع أين توقفت الأجربة؟ قطعت السلامة عن رأس السلام بالمقابل للأول والخامس كملوا لبسك. الافتراق التشريحي كثير ذو أهمية سريرية. إذا عندي دملة أو خراج بالإبهام ممكن يوصل للرسل، دملة أو خراج بالأصبع الثانية يوقف عن بداية الأصبع، بالثالثة والرابعة عن بداية الأصبع، بالأصبع الصغرى بيكمل كثير بيكون شديد، لأنه الغدة الدليلي الأصبع الصغرى يحيط تقريباً يتمادى بأغماد كل قابضة أصابع بنفق الرسل، مع أنه أصبع صغرى بس شرب طويل. تمام؟ الفكرة كثير هامة سريعة. إذا مسهل انزلاق الأمتار على الوجه الأمامي ثلاثة أغماد، هذا بسميه لقابضتي الأصابع حتى الأصبع الخامس اسمه الغمد الزندي، لقابضة الإبهام حتى الإبهام اسمه الغمد الكعبوري، وفي غمد بسيط وقت رسمنا قيد القابضات حطينا وتر قابضة الرسم الكعبورية، ففي حواليها غمد بسيط لا يتمادى إلى الأمام اسمه غمد قابضة الرسم الكعبوري. بالأصابع 2 لأربعة الأغماد مو قواعد الأسنان، رؤوس الأسنان، قواعد السلاميات أو قريب الأسنان، هي قاعدة السنة، هذا رأس السنة. في الأصابع 2 لـ3 الأغماد من رؤوس صلحوا عندكم، من رؤوس الأسنان وليس من قواعد، أو تقف عند قواعد الأسنان أو عند رؤوس الأسنان قواعد السلاميات أو قريب. الخمش في الغمد الزلالي للإبهام قد ينتشر إلى الراحة بسهولة، وكذلك الأمر بالنسبة للأصبع الصغرى. وطبعاً لاحظين كيف تشريحياً أخماج الأصبع الصغرى، خمج يعني التهاب، انتهى أخماج الأصبع الصغرى قد تؤدي إلى التهابات أكثر أهمية نتيجة التمادي التشريحي بين الغد الزلالي للأصبع الصغرى مع الأغماد المحيطة بجميع أوتار القابضة ضمن نفق الرسب وضمن الرسب. منظر آخر، غمد الإبهام متمادي للإبهام، غمد الأصابع متمادي مع الأصبع الصغرى، وكيف تقف الأغماد في الأصابع الثالث والرابع والخامس عند قاعدة السلام. هذا هو ترمين قابضة السطحي، شايفينه مشهور يترك مكانا لمرور مين؟ وتر قابضة الأصابع العظم. هلا ننتقل إلى عضلات اليد. الفكرة مضطر أنا أروح بكير، فحنعطي الساعة 10 دقائق ربع ساعة ومنتين محاضرة، انمسوا معي شوي. معلومات عن التقديرية حفظناهم أسماء بس، كيف حفظناهم؟ تذكري لك شيء؟ فاو بلس اند فاو، فاو بلس للإبهام، فاو للأصبع الصغرى، الإف فليكسور، الإي أبدكتر، أبدكتر وين حترتكز؟ عالسنة أوبونت مقابلة أصبع الصغرى F فليكسور A أبدكتر O أوبونت البلاس مي أدكتر أد بلاس مقربة الإبهام. هنشوفها بشكل سريع. العضلة فليكسور بوليسيس بريفيس قابضة الإبهام البسيطة. هلا حتلاحظوا هم هيك صف دبكة محطوطين قدام بعض ثلاث أربع أسماء عظام، الموضوع بس نتوجه شوي ما صعب. تتوقعوا العضلات التي تتجه إلى الإبهام سوف تنشأ من صفوف أو من عظام الرسغ الإنسية ولا الوحشية؟ مين قال إنسية؟ الله يا مدام. الوحشي هون، الإنسي هون. إذا رايح على الإبهام ما طبيعي يجيب العضلة من الإنسي و
واطلع مخالف هيك عكس السير فوق قيدر نابضات ونحط الرسم والشباب اللي عم يشتغلوا تحت حتى روح العظام. طبيعي يكون اقرب لعظام الرسم. ما هما عظماء الرسم؟ طارق والمربع. طارق والمربع كل واحد له حديبه. هلا حنلاحظ اغلب العضلات حديبه طارق المربع قيد نابضات، حديبه طارق المربع قيد نابضات مثل بعض. قبل ابهام القصيده راها راس صمحي، راس صمحي، راس سطحي من المربع والقيد وعميق بعدنا شوي. مربع قدام مين بعده؟ منحرفي والكثير. مقابضة القصيرة أمامية قليلا فلها رأس ينشأ من المربع وقيد القابضات ورأس ينشأ من المنحرفي والكبير. تتجه إلى قاعدة سلامية القريبة هو إلى القصير القريبة معنا. مباعدة الإبهام القصيرة أب دكتور بوليسيس بريبس نتوقع من وين؟ طاربي مربعي قيد. هلا هون ما ضبطت معنا على السنع راحت على السلامية القريبة. ليش؟ لأنه المقابلة احتراسها مقابلة الإبهام هي اللي حترتكز على السنع الأقدر. المقابلة من أين تنشأ؟ نفس الشيء مربعي وقيد كل ما لنا عم نرجع لورا وترتكز على وحشي السنع الأول. كتر الشكل نشوفها واحدة واحدة. إذا هاي العضلة قابضة الإبهام القصيرة، نحن كله قصير فما إذا شغل بالسنع بالسلامة البعيدة، شغلنا على السلامة القريبة. قابضة الإبهام القصيرة رأسان سطحي وعميق. سطحي نتذكر أسماء العظام قرب الكلالي مثلث هذا الطاربي والربع منحرف بكبر الكلالي هذا المربع هذا المنحرفي هذا الكبير وهذا هذا كله كبير عقبان وهذا الكلالي. المنشأ مربعي وهم قيد القابضات فوق كلهم وقيد القابضات ومن المنحرفي والكبير. المرتكز قاعدة السلامة القريبة أو وحشي قاعدة السلامة القريبة. هون عندي هاي الـ A خلصنا منها. الـ A abductor المنشأ قاربي مربعي وقيد القابضات فوق. المرتكز وحشي قاعدة السلامة القريبة. إذا سحبت حساهم بالتبعيد. المباعدة الطويلة ارتكزت هون. بعد عمل لي تبعيد. مباعدة قصيرة بترتكز لقدام شوي تساهم بالتفعيل. آخر وحدة المقابلة. فعل المقابلة هو بين الإبهام ورسم الصورة. وصلنا بغير مستوى. تبعيد تقريب بهذا المستوى. قبل بصل هون. مقابلة كل العظم كل الإبهام تحرك باتجاه لأنه مفصل ترجي هون فبيعطيني مجال للمقابلة بشكل جيد. من المربعي شايفين من المربعي والقيد. يعني أول وحدة منتشرة أكثر شيء صف بعيد صف قريب قيد. الثانية من عظمتين صف بعيد صف قريب هون صرنا صف قريب. من المربع والقيد إلى وحشي قاعدة السنع الأول. هاي وقت تتقلص حتجيب الإبهام كله باتجاه الأصبع الصغر. تعصيب جميع هذه العضلات من العصب الناصية. هاي مقربة الإبهام. حتى أساوي تقريب للإبهام. بدي امسكه من الوحشي ولا من الانسي؟ للانسي. بدي يكون مرتكز او واقف بالانسي اكثر. فمقربة الابهام كما الاحظ تنشا من السنع الثالث بالنص. وبتروح تمسك الابهام حتى تساوي له فعل تقريب. اذا تنشا من العظم الكبير هذا العظم الكبير والسنعين الثاني والثالث خاصة وترتكز على الجانب الانسي للسلامه القريبه للابهام. عضلات الابهام عضلات الرانفه ما لنا شغل بالسلامه البعيده. بعيده طويله جايين من فوق. كل شغلنا بالقريب. تعصيبها من؟ لاحظين الفرق ليش؟ لانه جاي من الاسير. فطلعنا من نطاق من منطقه نفوذ العصب الناصب دخلنا بمنطقه نفوذ العصب الزندي. فيأتي تعصيبها من الزندي.
جميع عضلات اليد يعصبها العصب الناصف ما عدا مقربة الذراع. يعصب العصب الناصف العضلات التالية ما عدا رك 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 مقربة abductor pollicis brevis مقربة الافعام تعصيبها من الزنج. العضلة التي يعصبها العصب الزنجي هي كله هي سؤال دورة سؤال دورة سؤال دورة نفسه جايين سابقا بهالطريقة ركزوا معي. إذن abductor adductor عفوا pollicis adductor add زائد مقربة العضلة الأخيرة من عضلات الافعام. نرجع من عيدون القابضة القصيرة قاربي مربعي منحرفي عنا مربعي منحرفي كبير وقاربي وقيل رأسين سطحي وعميق إلى السلامة البعيد القريبة وحشي السلامة القريبة اللي بعدها هاي الأي اللي بعدها الأي قاربي مربعي قيل سلامة قريبة وجه وحشي اللي بعدها قاربي قيل وجه وحشي لا السنة على الأرض. آخر واحدة ثاني ثالث مع كبير مربعي مع كبير بس عفوا والمرتكز على أنسي السلامة القريبة. العضلة اللي ترتكز على أنسي السلامة القريبة للفهم هي الدم. نأتي إلى عضلات أصبع الصغرى نفسهم F A O flexor abductor opponent وما عندي adductor لأنه لاحقا نشوف تقريب الأصبع الصغرى بيجيني من العضلات بين عضلية. قابضة الخنصر flexor digitali minimi تتوقعوا ننشأ من منين أي عظام هيكون؟ مين اللي بنبهنا فوق؟ حمص الكلابي أغلب المناشئ هنشوفهم من الحمص الكلابي هونيك أغلب المناشئ شفناهم والقارب والمربع. قابضة الخنصر من الكلابي إلى قاعدة السلامة القريبة لي الخنصر. كلابي قاعدة السلامة قريبة لي الخنصر. مقابلة الخنصر المقابلة حتكون على السلامة أيضا من الكلابي هذا الكلابي لا السنع الخامس من الجهة الإنسية ومباعدة الخنصر من الحمصي لا هي مباعدة مباعدة الخنصر من الحمصي هذا الحمصي لقاعدة السلامة القريبة للإبهام هي كلابي هاي قابلة الخنصر قاعدة السلامة ولا رأس السلامة؟ قاعدة السلامة ولا رأس السلامة؟ لا قاعدة السلامة قاعدة السلامة إذن هاي إلنا القابضة تمام مضبوط شغل هاي القابضة فليكسور هاي المقابلة من الكلابي لحافة السنع أوبونين وهي المباعدة من الحمصي لا السلامة القريبة تمام؟ F O A ملاحظين كيف المنشأ كلابي كلابي يعني العظام الإنسية المرتكز المقابلة على السنع والباقي على السلامية عندما نريد أن نبعد سنمسك الأصبع الصغرى من الوحشي ولا من الإنسي؟ من الإنسي والإبهام من الوحشي بنقرب الإبهام والإسكوب نتوجه شوي الموضوع بصير قابل للحفظ والتعصيب من العصب أزل هلا بيضل عندي بس عضلتين لأحد القادم بنخلص عضلات اليد وبنبلش بالضفيرة العضلية بأعصاب طرف عادي أفضل إنه تدرسوها تشوفوا الفيديو في فيديو رسم على اليوتيوب شوفوا الفيديو قبل ما تجوا على المحاضرة.